لازم يقول لديك فرصة كعامل، انت حر دي فرصتك، بس هي في فكرة معينة. يعني ان انا النهاردة مثلا لو انا جيت علمتك ودربتك وانت خارج من الجامعة وبتدور على شغل وبتقبل باي نوع من انواع العمل، المفترض ان يبقى في حاجة تنص في القانون على ان اقل فترة تمشي فيها من عندي هي 3 سنين او 5 سنين، يحددها القانون. لان انا انفست، انا استثمرت عليك، انا بديك 4000 وبستثمر عليك 4000 تانيين، في مهندس زميلك قاعد يعلمك، في محاسب بيديك حاجه، في حد مش عارف يعني ايه عمل، انت دخلت مصنع ما تعرفش الباب منين، مش كده؟ فانا بستثمر عليك قد الاجر ده للخبره، لانك لما تروح لمصنع تاني تقول انا عندي 4 سنين خبره 5 سنين خبره، مش دول بفلوس؟ بتروح بسعر تاني. من ضمن عقد العمل ان هو من حقه ان هو يقول انا دربته، كلام سليم، وان هو لو ساب العمل خلال 3 سنوات يدفع غرامه قد كده، ده موجود. يعني ده غرامه كبيره ولا غرامه صغيره؟ على قدر التكلفه.